في ناس بتشوف ان مونتاج الفيديو هو موضوع صعب، لازم بقى ياخد وقت طويل عشان اتعلم برامج المونتاج، لكن لما تحضر ورشة العمل النهاردة هتعرف ان مونتاج الفيديو اسهل حاجة ممكن تعملها في حياتك. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك. لو عايز تعرف ازاي تعمل مونتاج كامل للفيديو تابعنا بعد الفاصل. معاكم محمد صبري من Way to E-Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. بعد ورشة العمل النهاردة هتعرف ازاي تعمل مونتاج للفيديو بتاعك، ترفعه على اليوتيوب، هتتعلم المونتاج على برنامج كامتاجيا ستوديو 8. ايه اللي احنا هنتعلمه في الورشة النهاردة؟ اول حاجة ازاي هندخل الملفات على البرنامج، سواء ملفات الفيديو اللي صورتها بالكاميرا بتاعتك او صور او ملفات الاوديو. هنعرف ازاي نفصل الصوت عن الصورة، يعني لو انت منزل فيديو ازاي هتخلي الصوت لوحده على تراك والصورة لوحدها. هنعرف ازاي نحط تراكات على التايم لاين ونشيل تراكات من على التايم لاين. هنعرف ازاي نغير مستوى الصوت، ازاي هنعمل خلفية موسيقية للفيديو بتاعك، ازاي هتقص الفيديو وتشيل الحاجات اللي انت مش محتاجها، ازاي هننتقل من مشهد للتاني، ازاي هنقدر نسرع الفيديو، ازاي هنقدر نثبت فريم في الفيديو لفترة من الوقت، ازاي هنضيف التكست سواء بخلفية او بدون خلفية، ازاي هنخرج الفيديو ونطلع الفايل النهائي اللي هبدأ ارفعه على اليوتيوب. تعالوا نروح لشاشة الكمبيوتر نبدأ ورشة العمل النهاردة مع الكامتاجيا ستوديو. هنبدأ دلوقتي الأول نتعرف على برنامج الكامتاجيا ستوديو، الانترفيس بتاعه عبارة عن ايه وفي ايه. أول حاجة عندنا الجزء اللي فوق، طبعا دي مجموعة منيوز زيه زي أي برنامج. هنلاقي هنا فوق 3 بوتنز، الريكورد سكرين ده لو أنا عايز أسجل الشاشة فيديو، ده هنتعرف عليه بالتفصيل في فيديو تاني. امبورت ميديا عشان ادخل الفايلز بتاعتي سواء فيديوهات سواء صور، وهنشوف ازاي. وده بروديوس اند شير الفيديو لو انا عايز بقى اخرج الفيديو عشان ابدا ارفعه على اليوتيوب او فيميو او اي او فيسبوك او اي مصدر تاني. هنا عندنا الجزء التاني، النص التاني من الشاشه هنا، ده الفيديو بيشتغل هنا، البريفيو بتاع الفيديو. الجزء ده بيتعلق بالفريم سايز او مقاس الفيديو هيبقى كام بيكسل في كام بيكسل، تمام. وده الزوم، عايز اعمل زوم في حته معينه في الفيديو. هتلاقي هنا ده التول بار الاساسي اللي عندي اللي بشتغل منه، الكليب بن ده بيظهر لي الفايلات اللي انا دخلتها، اللايبراري، لايبراري بيبقى فيها مجموعه حاجات، فيها موسيقى، فيها اسهم، ستريبس، حاجات زي كده. عندنا بعد كده جزئيه بتاعه الكول اوت، دي بتحتوي على ممكن استعملها خلفيه، ممكن احطها جنب الشخص واكتب عليها شيبس، اسهم دي انيميتد، علامه اكس وعلامه سهم وحاجات بتظهر بشكل انيميشن. دي سبيشال بقى افكتس، يعني لو جينا نشوف ده هتلاقيه ترانسبيرنت هوت سبوت، لو انا عايز اعمل مكان في الشاشه تدوس عليه يبقى انتراكتف تكست. عايز اعمل هايلايت، ده سبوت لايت على حته، جزء معين في الشاشه هو اللي يبقى بان وبقيه الشاشه اغمق شويه. بلور، في حاجه كتابه مكتوبه زي مثلا يوزر نيم، باسورد، اي حاجه مش عايزها تظهر للناس فبعملها بإفكت البلور. بيكسليت، ده يبقى متكسل. عايز اكتب على الشاشة الزراير اللي انا بدوس عليها، ده بيعمل لي بتلات اشكال، يبقى ده بالنسبة للكول اوت. الزوم ان بان الحقيقة دي خاصية متميزة جدا في الكامتاجيا، ان انا بقدر اعمل زوم على جزء من الشاشة من غير ما الريزوليوشن يضعف. ده التعديلات او التحسينات والشغل اللي بعمله في الاوديو، ترانزيشن الانتقالات ما بين الفيديوهات،
كيرسور إفكت، فيجوال بروبرتيز، فويس ناريشن، وريكورد الكاميرا. لكن أنا ما بفضلش إن أنا أستخدمه لأن الريزوليوشن بتاع البرنامج بيبقى صغير والريزوليوشن ضعيف جدا. الكابشن لو أنا عايز أحط بقى ترجمة، بالإضافة إن في حاجة اسمها كويز، أنا ممكن أطلع أسئلة في الفيديو والناس تجاوب عليها تبقى إنتراكتيف. الجزء اللي تحت هو جزء التايم لاين اللي فيه تراكس، أقدر أضيف أي عدد من التراكات زي ما أنا عايز، ممكن أخليه ما يشتغلش، أخفيه، أعمله لوك عشان ما يحصلوش أي تغيير، ممكن إن أنا أشيل أي تراك أنا عايزه، كليك يمين وبريموف التراك، أو أعمله رينيم، ألوك التراك، ترن أوف، أقفله يعني ما يشتغلش معايا. خلينا نبدأ. أول حاجة أنا عايز أدخل الفايلز اللي أنا هشتغل عليها هنا في الكليبين عشان أعمل لها مونتاج. هبدأ أعمل import وهخش على البروجكت بتاعي فيديو editing مثلا، هبدأ اخد كذا فيديو، هاخد دول مثلا واقول اوه. هتلاقي مجموعة الفايلات اللي انا عملتها دخلت عندي هنا في الكليبين زي ما احنا شايفين. انا عايز مثلا ابدأ اخد اول فيديو انزله على التايم لاين في تراك 1. اول ما بحط الفيديو على التايم لاين، اول فيديو بحطه بيبتدي يكتب لي هو الفريم سايز بتاعه قد ايه ويخليهولي الديفولت. لكن مش معنى كده ان انا ما ينفعش اغير، لا، ممكن اغير مقاس الفيديو. افرض انا عايز احط فيديو واخلي فيه حتة في الجنب احط فيها تكست، احط فيها اي حاجة تانية، احط فيها صورة شكل واحد بيتكلم او فيديو تاني بتاع واحد بيتكلم، مفيش مشكلة. هعمل ده ازاي؟ هاجي هنا مقاس الفيديو ده 1280x720، هضغط عليها تفتح لي بوكس، هلاقي هنا الدايمنشنز اللي موجودة. يعني بص لو انا اخترت مثلا الفول اتش دي، اهو صغر الفيديو بقى في النص، بقى صغير في الشاشة، وبقيت الشاشة موجودة فاضية. احنا مش هنعمل كده دلوقتي. الجزء الخاص بالزوم لو فتحته هلاقي بديني كذا في المية، يعني لو انا جيت 75% اخترت مثلا 200% عمل لي زوم. عندي شرينك تو فيت ده عشان اشوف الفيديو زي ما هو بنفس مقاس الفيديو. في حاجة تانية مهمة عشان ما ننساش نقولها، شايفين ده الزوم ان والزوم اوت الخاص بالتايم لاين. يعني لو انا شديت السلايد كده انا بعمل زوم ان، شايفين التايم لاين بيكبر ازاي عشان اقدر اتحكم فيه بشكل اكبر. افرضوا ان انا عايز اقطع حتة مثلا من الفيديو ده، يعني انا مثلا عايز الجزء بس اللي هي الست بتقطع فيه الفراولة، فهبدأ من هنا. طب انا عايز اقص الحتة دي هعمل ايه؟ اتأكد ان انا عامل سيلكت على التايم لاين ودي اسمها سبليت، هضغط عليها قطعت لي الجزء ده 2، هدوس سيلكت على الجزء اللي انا مش عايزه وادوس من الكيبورد على ديليت، وبعدين اشد التايم لاين بتاعي. انا عايز اجيب بقى حاجة تانية، الجزء ده عايز اشوفه اهو، مثلا انا عايز احطه بعد الفراولة، الجزء اللي الطبق فيه بيلف، فانا هضغط على الحتة برضو اللي انا عايزها او عايز اشيلها، واتأكد ان انا عامل سيلكت، وهدوس سبليت، وهضغط على الجزء اللي انا مش عايزه وهشيله، وبعد كده هسحب دول زي في بعض. طيب انا عندي ده هنا الفيديو ده دخل عليه على طول، فانا عايز احط ترانزيشن او اعمل مرحلة انتقالية، اغير. اعمل ازاي؟ هفتح من التول بار ده الترانزيشن، هلاقي بقى في حاجات كتير، ممكن مثلا نحط فيد،
مين بينقل من دل ده ازاي. طب الفيد نفسها انا اقدر اتحكم فيها لو زودتها كده فمدة الفيدنج هتزيد، فمن هنا اقدر انا اتحكم في المدة بتاعتها. افرضوا انا عايز اجيب مثلا فيديو تالت هنا، مثلا هجيب ده احطه كده عايز اعمل عليه انيميشن، فهفتح هنا حاجة اسمها الفيجوال بروبرتيز وانا دايس على الفيديو، وبيقول لك هنا اد انيميشن. انا هعمل انيميشن على ايه؟ على السايز والاوباسيتي مع بعض. فهبدأ اجي في اول الفيديو خالص وهقول اد انيميشن، هتلاقي في نقطة كده ظهر فهتشدها مثلا الانيميشن هيبدأ من هنا ويخلص هنا. هيبدأ كده واروح عند النقطة وهيكبر. شايفين؟ يبقى انا اهو كده بتحرك عادي جدا، هتلاقي الفيديو التاني دخل كده. ده شكل من الاشكال اللي ممكن اعمل بيها تأثير نقل من مشهد للتاني. يبقى انا ممكن هنا استخدم الترانزيشنز اللي موجودة عندي الجاهزة، وممكن الطريقة دي ان انا حطيته على لاير تاني وعملت عليه انيميشن بهذا المنظر. افرض ان انا عايز اجي بقى على الفيديو ده وعايز احط تكست، عايز اجي على هذا الفيديو وهحط تكست، اعمل ايه؟ هاجي على الكول اوت واختار تكست. هو اوتوماتيك بيعمل لك كرييت للتراك جديد ويحط لك التكست مكان ما المؤشر واقف، مكان ما المؤشر واقف، وبيحط لك كمان فيد ان وفيد اوت عليه. هبدأ اجي هنا وهكتب مثلا في التكست way to e-business. وابتدي اعمل select عليها ماشي، واكبر بقى الفونت زي ما انا عايز، اعمله bold، عايزه في النص اوكي. لما بكبر الفونت والاقيه ملا بفتح بس دي، بقدر اعمل له ريسايز عادي جدا واحركه هنا واحطه مكان ما انا عايز. ومن هنا بقدر ان انا اغير اللون، مثلا عايزه ابيض او عايزه جراي عشان يبان معايا. الفيد ان والفيد اوت اللي هنا دول انا ممكن اتحكم فيهم، ممكن اقلل مدتهم، اكبر مدتهم زي ما انا عايز من هنا، وممكن اصغر مدة التكست ازاي ظهوره، اخلي انا عايزه حتة صغيرة كده بس. وايه؟ طب افرض انا عايز بقى احط تكست على حاجة، باجي عامل هنا اهو واختار، بشوف بقى انا عايز الستريب اللي هحط عليها التكست دي تبقى سوليد ولا جريدينت ولا شكل تاني. عندي اشكال كتير جدا ممكن هنا استخدمها، يعني لو انا دوست كده اتعملت لي، ومن هنا اقدر اتحكم في شكلها.
يعني انا عايز مثلا احط ستريب كده في النص. عملت ستريب في النص وهحط عليها ايفكت شادو، تمام. وعايز اغير لونها بقى، لونها من الفيل مثلا، انا عايز اعمل لون زي كده. الكتابة اللي هحطها فوق الستريب هحطها هنا. بعد ما خلصت البروجكت بتاعي خلاص، انا قصيت وعملت ترانزيشن وحطيت تكست لوحده وتكست عادي. افرض في حتة بس صغيرة عايزين نقولها عشان ما ننساهاش، انا عايز حتة في جزء في الشاشة وليكن الكلام ده، لو انا عايزه ما يظهرش هعمل ايه؟ هاجي فوق التكست هضيف بقى حاجة هنا اسمها ايه؟ بلور، او خلينا في البيكسلات. شايفين الجزء اللي انا هحدده هيبقى عامل بيكسل، والانتنسيتي دي هي اللي بتحكم في درجة البكسلة. شايفين بعد ما خلصت البروجكت بتاعي انا عايز اطلعه بقى فيديو، اعمل ايه؟ فايل بروديوس اند شير، هضغط عليه هيفتح لي بوكس. هنا هبدأ احدد الريزوليوشن اللي انا عايزه. عندي 480 720 1080 اللي انا عايزه كله. هبدأ احدد شير على اليوتيوب، شير على فيميو. فبحدد مثلا هنختار 480 عشان ما ياخدش وقت معانا في الريندر، وهقول نكست. وهبدأ من هنا احدد انا عايز الفيديو ده احطه فين. مثلا هقول على الديسكتوب untitled، وهقول سيف خلاص، وهدوس فينش. هبتدي يطلع لي الفيديو بتاعي، بيعمل ريندر للفيديو وهنتفرج عليه دلوقتي بعد ما يخلص. بعد ما يخلص تمام هقول فينش. تعالوا نشوف بقى الفيديو بتاعنا. وبكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة. في انتظار اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك. يسعدنا تواصلكم معنا على كل مواقع السوشيال ميديا، كل الروابط هتلاقيها موجودة في الوصف اللي تحت الفيديو. كان معاكم محمد صبري من Way to E Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك.